انا بحيي الاستاذ كمال خليل، وبحيي الساده الزملاء الاستاذ كمال هوادة وزمايله، وبحيي الحاضرين جميعا. اولا يا جماعه، الثوره الناس بتقول الثوره ما عملتش حاجه، لكن الثوره عملت. الثوره اول حاجه عملتها ادت حريه الكلمه، كسرت حاجز الخوف. احنا في ظل النظام السابق وقفنا، كان عندنا قضية سنة 90، وكان حضرنا رحنا للأستاذ كمال خليل مكتبه مقر في القاهرة. قبل ما نروح للأستاذ كمال خليل ولا يلجأ الناس السياسيين اللي بيفهموا في السياسة وبيعرفوا حقوق الناس الضعاف، وكنا أكبر محامين في الدولة. جبنا الله يرحمه الأستاذ فريد عبد الكريم والأستاذ ضياء الدين داوود وأساتذة كتير من الغربية ومن الشرقية ومن الدقهلية ومن جميع المحافظات، عشان نوصل لحل ما قدرناش. القضية كانت قضية أرض إصلاح زراعي، وكانت هجم علينا الإقطاع ياخدها من الفلاحين بعد ما سدد أقساطها بعد 40 سنة. مستلمينها من سنة 62 لسنة 2004 كنا سددنا. بدأوا ينوشونا كده يشتكوا في الإصلاح الزراعي لما خدوا أحكام من التسعينات. وبعد ما سددنا سنة 2004 جم في 2005 وجابوا لنا قوات الأمن بالكامل. 5 لواءات من مديريه امن الدقهليه. اللواء احمد سلامه كان مدير المباحث الدقهليه، احمد سالم، واللواء عفيف النجار مفتش مباحث دقهليه، واللواء محمود نويبر، واللواء جميع اللواءات الدقهليه جم، لان اصلا الارض دي بتاع راجل كان قرايبه في الوزاره وراجل يعني له سطوه وله كيان دولي. نعمل ايه؟ ما قدرناش في المحاكم. لجانا للناس السياسيين دول، من ضمنهم الاستاذ كمال خليل، وكان اللي وصلنا بيهم الاستاذ محمود فوده من ديكرنس، راجل سياسي زميلهم برضه. وحضرنا معانا الاستاذ بشير صقر والاستاذه شاهين دمقلب، ولغايه ما وصلنا الاستاذ دكتور جمال زهران والاستاذ حمدين صباح. وقفنا ضد الاقطاع في ظل امن الدوله والنظام السابق. وقال لنا مقولة ظريفة قوي الأستاذ كمال خليل في مرة من الأمر اللي احنا كنا عنده فيها. قال يا جماعة، كنا فلاحين، انتوا بسين ثلاثة فلاحين وبقينا نروح للنائب العام وإلى آخره. قال الكترة تصنع الطريق. يعني إيه يا أستاذ كمال؟ قال يعني وقفوا مع بعض، انزلوا الأرض. الأرض اتسلمت يا أستاذ. قال برضه انزلوها. نزلنا الأرض وخدنا الأرض فعلا من سنة 2006، ووضعنا يدينا على الأرض ونجحنا في قضيتنا بالقوة. بس باعتصامنا، بتجمعنا، بإيماننا بالقضية. فإحنا يا جماعة عايزين نؤمن بالقضية، وإحنا عدنا في ثورة، والثورة قلنا كسرت حاجز الخوف، مفروض نحارب عليها، نتحد جميع كلنا، نترابط، نشكل لجان شعبية، نشكل نقابات، نشكل نضم الاتحادات، نقف وقفة رجالة. لان الايام اللي جايه دهيت، طالما احنا عاد في حريه كلمه، يبقى المفروض ما نسيبش حقوقنا. لا عامل في مصنع يسيب حقه، ولا فلاح في ارضه يسيب حقه، ولا موظف يسيب حقه يتهضم. فاحنا يعني مفروض علينا نقف وقفه كويسه، ونقف مع الناس اللي بيفهموا في السياسه ده هم، وناخد منهم الدروس والعظه، ونبقى مؤمنين بقضيتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.